ام بي سي اكاديمي التابعه لمجموعه ام بي سي واللي بتهتم بكشف وتطوير الجيل القادم من المواهب الابداعيه السعوديه، نظمت اول رحله ابداعيه حول المملكه، انطلقت ب 7 ابريل واستمرت لثلاث ايام، هدفها البحث عن مواهب جديده بالتمثيل والموسيقى والاعلام بمختلف المدن السعوديه. وطبعا دي كانت تجربه مهمه جدا لكل المواهب اللي شاركوا في الموضوع ده، واللي حصلوا اكيد على فرصه انهم يعرضوا مواهبهم امام فريق ام بي سي من الخبراء والمختصين بالموضوع. طبعا ده بالإضافة لمشاركتهم في ورش عمل حصرية بإدارة أبرز شخصيات القطاع الفني وحضور مناقشات قيمة مع المواهب المبدعة والمؤثرة في نفس الوقت. وإحنا تواجدنا في الأيام الثلاثة للأوديشن اللي شارك فيها قصي خضر ضمن لجنة التحكيم لاختيار المواهب. المواهب المتواجدة في مجموعة موهوبين ما أخذوا كورسات في الموهبة اللي بيقدموها، سواء كان في التمثيل، في التقديم، في الغنى. ثلاثة أرباعهم كان من دافع شغف وحب للفن نفسه أو للمجال اللي هم بيقدموه، خاصة الموهبة الصغيرة، يعني اللي كانوا صغار اللي عمرهم 7، 9، 11 سنة. بنشوف زي ما احنا نقول ايش، زي ما يقولوا a child star، يعني طفل نجم، يعني لهم مستقبل مبهر في النقطة هذه. وفي اليوم ده انضمت الممثلة والمخرجة ريم الحبيب كضيفة في لجنة التحكيم، فسألناها إذا لقوا الموهبة اللي تستحق الدعم من خلال ام بي سي. سؤال شوية تريكي، كثير مواهب موجودة تستحق الدعم من ام بي سي، طبعا كلهم مواهب لسه مستجدة، ولكن يمكن منهم عندنا اثنين أو ثلاثة هم اللي ريلي 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 أتوقع أنهم يستحقوا الدعم. ومن ضمن المشتركين كان في جزء من مقدمين البرامج، فإيه هي الصفات أو الإمكانيات اللي لازم تكون موجودة عند المقدم الناجح؟ المقدم الناجح أتوقع الثقة في النفس أحد أهم الأسباب، كاريزما مهمة جدا، الكاريزما لأنه تبغى تطالعي في هالشخص حتى المدري وش قاعد يقول، بس ودك تناظرينه كل الوقت. So I think الثقة، الكاريزما والنوليدج، العلم اللي عنده. طبعا هو صانع أفلام من الرياض، كتب وأخرج فيلم الدنيا حفلة. وفي اليوم ده شاركت كمان المخرجة شهد أمين اللي ناقشت بعض تجاربها وتكلمت عن خبرتها في صناعة الأفلام، منهم فيلم سيدة البحر اللي لقى نجاح وصدى كبير في المهرجانات السينمائية. طبعاً بالذات مع يعني مع الانفتاح اللي مرت فيه السعودية صرنا بنشوف مواهب أكبر، يعني كنا بالقوة كل 5 سنين نلاقي لنا فيلم سعودي، نلاقي لنا فيلم هنا ولا هنا، بس ما شاء الله هذه السنة لحاله خرجت 5 أفلام، ومو بس 5 أفلام إنه أي كلام، 5 أفلام بمستوى، يعني في كم فيلم شارك في مهرجانات عالمية، فهذا جدا شيء محفز، يعني كل أحد يشتغل في صناعة السينما في الوقت الحالي بينظر للسعودية وبيشوف مستقبل للسينما السعودية، يعني مستقبل جدا جيد. وغير شهد كمان كان في حوار ملهم من الفيديو كرييتر طارق الحربي اللي ناقش خبرته وبعض تجاربه في الميديا، وإحنا بدورنا حبينا نعرف منه إذا ممكن يقدم الشخص محتوى ناجح من بيته. يعني أنا كنت أسوي الأشياء اللي يسوونها الناس الآن، كنت أتحشتر كل يوم كل يوم كل يوم. أنا أقول للشباب دائما قيس الأشياء الموجودة حوالينك، إيش موجود حوالينك؟ إن شاء الله لو جوالك، ترى أجمل المحتويات اللي أنا بدأت فيها والناس حبوها كانت من التليفون الجوال، لكن لو عندك أنت بادجت ممكن تتعلم بالكاميرا وهذا روح. الآن صار كل شيء موجود على الميديا، ادخل how to أو تعلم كيف وعيش الحياة. وفعلا أشخاص كتيرة بيعيشوا أجمل تجربة في حياتهم الفترة دي، وده من خلال المشاركة بالمبادرة من MBC Academy، ومن ضمنهم بسمة عبدو اللي عرضت بالتالنت شو فيلمها الخاص. عرض الفيلم كان مرة حلو، آراء لجنة التحكيم كانت جدا جدا مشجعة، وكانت التجربة اليوم أوفرول كانت جدا جدا جميلة، وانبسطت أني شاركت الفيلم مع الحاضرين. أما رينا الحداد وهي أحد المشتركات بالتمثيل، فإيه اللي أضافته لها التجربة؟ أنا بالنسبة لي صرت أعرف في أشياء وخطوات كنت أسويها يعني من ربي كده موهبة فيها، عرفت إنه هذا لها مسمى علمي بواحد اثنين ثلاثة، فأنا مستمتعة فيها لأنه مدرسيني جدا رائعين، ناس مرة كويسين، وتعرفت على زملاء في نفس المجال اللي أنا أحبه من سنين، يعني كان نفسي أني أكون في المجال. وكمان بفئة التمثيل شارك أنس الغمدي وهو أصغر مشترك بينهم واللي قدر يلفت انتباه دكتور حكيم جمعة في لجنة التحكيم. أعطاني شيء حسيت يمكن عشان عمره خامته كانت بسيطة أن الواحد يصدقها، يعني هذا لو الواحد أخذ الموهبة هذه بدأ ينمي فيها أنا أتوقع أنه حنشوف منه المعجزات، وأنا واثق أنه حيوصل للنهائيات واثق. وأنس قدم سكتش مع محمد الشهري اللي كان مقدم برنامج أكاديمية MBC.
محمد موهوب، ولما كذا لما اطلع مع موهوب احس اني حبدع معاه، هو مشهد ارتجالي، فانا ابغى واحد يرتجل معايا اكثر عشان انا اقدر اقدم معاه اكثر، فمشى الوضع الحمد لله. كان لسه صغير ويعني قاعد يعطي، فحتى انه جاني قال لي ابغاك تطلع معايا على الستيج حنعمل سكتش انه قدام اللجنه عشان هو يمثل، فيقول انه تخيل انك انت ابويا، قلت يلا قدام. فهذه الجملة اللي أعطاني إياها وبدأنا نشتغل، فكان رهيب. أما سارة طيبة اللي انضمت كضيفة في لجنة التحكيم، فسألناها كمان عن رأيها بأداء المشتركين في اليوم الأول. أنا مرة متحمسة أصلاً إني جزء من هذه التجربة، عشان من جد ما عمره كان في بلاتفورم يوري ممثلين فرش جداد، فمرة كان حلو، كان متنوع الصراحة، واستمتعت أنا، يعني كان شطار. بس الشيء اللي كان